السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا اني وين شاهدنا وين علي بن شيخ وين نتكلم على القضية كاع اللي بان بها كنا نحضروا فيها في وقتها مشي اليوم هدرناها. الحمد لله اليوم راكم تحضروا فيها، ما هدرناها في وقتها. هذه القضية تاع الأديداس، أنا نطلب حاجة واحدة، حاجة صغيرة برك من الوزير هذا، قا ولا مكاش حل تحقيقات، شوف تحقيقات هي كاينة وين راهي عند الشرطة الاقتصادية. لون كاتب الشرطة الاقتصادية تقدر تقول شكون، ولو كان تعرفوا شكون، على الناس قاعد ساكتة، كل واحد يقول لك كاين لافير تاع الأديداس، بصح شكون؟ قولوا شكون؟ اتكلموا شكون، شكون اللي كان يجيب لهم؟ راكم خايفين، كاين اللي مشي باغي يهدر خايف، كاين امور وحدة اخرين خايف يولي يدسو لي زافير تاعهم ويردوا لك يديروك باللي نتايا راك اتهمتهم. هادو صعاب، هادو صعاب، وما هي كاين الصح. وما كنت بنادم دينا بنادم شرا مشي مأمن، مشي مأمن، خاف يقلدوا لي كاع دوزي وحدة أخرى يقلبوا لك يقول لك يا ودي هي شو تعطينا الملف تاعك. راك تشوف هي الصح، هي كل الصح، هما كاع على بالهم صح، بلي شكون اللي كان يجيب لهم بالكابا وشكون. تا اليوم كنا نقول لكم يا ودي راهم يشوفوا بالكابا، هذا منتخب هاوي، تعقلوا كنت نقول لكم بلي هاوي، كنتوا تقولوا لنا لا انتوا تكرهوا ليكيب ناسيونال، هاوي هذا منتخب هاوي. هذا مدرب هو اللي رد هذا الاتحاديه كيما هكا، هذا المدرب هو اللي رد الاتحاديه كيما هكا، هذا المدرب هو اللي خلى الخزينه تاع الاتحاديه اموال، هو اللي خلاها، هو وستار تكنيك، هو بيت كاليفي بيت تروح تلعب غير كوب دافريك تخرج بنقطه تدي واحد وتنيكوسي على واحد وستين مليار. او انت قلت بلي عندي شرط انا معنوي مع الشعب، او اللي عنده شرط معنوي يقول لهم اعطوني واحد وستين مليار قدام لا تلعب كوب دافريك وتخرج بنقطة، ومن بعد تجي تقول لي شرط معنوي، ماشي شرط معنوي، شرط دراهم. لا لا، أنت المدرب، أنت اللي أضعفت الاتحادية الجزائرية، وأنت يا اللي تسببت لهم في مشاكل تاع أموال، باش أنت خايف بلعبي راسك، واللي مشي باغي يعني نقول لكم في الصح. ولكن كل الاحترام للشعب الجزائري هو قولوا لنا واش كاين في لو دوسي اديداس، ايتون دوني كو الرئيس اللي كان مقبل لهم بلان لافر مع لادريس كاع ناسيونال كر دوسي اديداس. بارتير دو مومون اللي دوسي اديداس تما يروح في القجر ويتفاصى كي اللي ما كاين والو، انا نذكر على روحي ماشي على الشعب، على روحي انا كجزائري ما احترمتنيش. اكد على انه تكون في شركه البسه جديده للمنتخب، قال ما نجيبش نجيبوا، ولو انه شركه اديداس ايضا شركه عالميه، الحديث اليوم اكثر على انه الشركه المقبله اللي تفاوضت معها الاتحاديه هي شركه نايك، هي التي لو بيما ولا لا بيما مكان نايك الاول الوطني مستقبلا. هل تعتقد انه لما تتعاقد مع الشركه الام لا ميزون مات احسن من اللي حدثت مع اديداس اللي قال لك كنا نجيبوا، وهذا ربما انتقاد غير مباشر او مباشر للاتحاديات السابقه اللي قال كنا نجيبو لي مايو تاع ليكيب ناسيونال في لي ساك، وهنا تحوس على المايو تاع ليكيب ناسيونال لازم لك معرفه باش تقدر تجيب ان مايو، ما كاش ما بوتيك هنا تاع الاديداس باش تبيع لي مايو تاع ليكيب ناسيونال، وبالتالي قال لك هذه المره لا راح نجيبو شركه محترمه تعطينا اموال اولا ماشي هكذا فقط، وكي تبيع ودي والله لا تبهديله وصايك، والله ما قال لك تبهديله، ما قال لك سيلي ما برك. صراحة اسمع اسمع، قال بلي بريزيدون اكتويال بلي كانوا يجيبوا لي زيكيبمون تاع ليكيب ناسيونال هادو اديداس يجيبوهم بالكابا فليزا، قال هكذا قال هكذا، انا ولا اني غلط ركادريني. والاخر كلام الاخر قلت انت دوكا ينسينيو مع نايك باش الاحترام الفريق الوطني، وكي تحترم الفريق الوطني صافي دير راك احترمت الشعب الجزائري،
كي تحترم الفريق ولا تحترم الشعب الجزائري. انا نقول له على كل حال سي بيان اسكو لادي، ولكن نقول له الاحترام للشعب الجزائري هو قول لنا واش كاين في لو دوسي اديداس. هذا هو الاحترام الرئيس اللي كان مقبل لهم بلان لافر مع لا بريس كاع ناسيونال كر دوسي اديداس. بارتير دو مومون اللي دوسي اديداس ما يروح في القجر ويتفاصى كيما ما كاين والو، انا نذكر على روحي ماشي على الشعب على روحي، انا كجزائري ما احترمتنيش. ما يحترموش دوسي اديداس. نعرف بلي راك تافونسي وراك تخدم تما، نعرف اللي احترمتني. اليوم جيب نايك ولا جيبهم في زوج ولا جيبهم في ثلاثه والدواسا لي او قالها عيب سيتي نونت. فريق الوطني جيبوا له ايكيبمون وراو لنا ويتصوروا دوك تاعنا ليه الهيها في التلفزيون فرونساز وكدايا، وهو جاي هذوك هما يقول لك رئيس اللي راهو دوك اكتويلمون بريزيدون في دايق، يقول لك جابوهم تاع الكابات. وكي جابوهم تاع الكابات والرئيس السابق يقول بلي خرجوا لنا لو دوسي اديداس، تما ما يخرج لا دوسي اديداس، ما شوف الكابات كلام ما يديرهاش. بعد تقول لي دوكا راح نجيب نايك لان الاحترام. اخويا الله يعاونك وخلاص. انا كان الاحترام هذا يحترموك ويحترموك ويخونوا ويحترموك. كان على الدرايه واش كان يتكلم على قضيه اديداس. انت قلت الجزائر ما لقاوش ما يتعليك ناسيونال، صح ما تلقاش صح دي حقيقه. كاش اللي كانوا يشروا كانوا يجيو يطبعوا جيري كولومبي المعرفه تلقى، ولكن لا يروحوا يطبعوا جيري كولومبي الملعب كلهم لابسين لي مايو تاعنا. عندي مايو مين شريهم؟ لا تقدر تشريهم اطراف من خارج الوطن. عندي بارتيكولي عند الناس اللي عمرها حاب يخرج الدوسي ديالهم. شي ما كاش في فرنسا مولاش كاين شويه امين اكساس. تعتقدش بلي ايضا ماركه تكون ماركه هكذا عالميه والمايو يكون شباب يعني تاع ليكيب ناسيونال، يعني صار فلات ثاني ليماج تاع البلاد، يعني كي تكون حاجه شابه يعني. بيان سور سان جور دو انا ميم اديداس ماركه عالميه كاين ماركه اديداس. انا نظن بلي هذه الحاجه مفروغ منها صح مفروغ منها. وانت هذا فريق وطني نظن بلي او قالها لك علي قال لك لازم تحترم الشعب. هو احترام للشعب وتوني تاعه وصوالحه. انت لازم على بالك بلي يقول لك ريحتك حتى نتاعيه وتبان. ودي راني قال على شو الله يجعل يخدموها برك هذا مكان. وتعرفوا البقره تاع الهند شكون؟ بقره واحده ماتت تاع الهند، ارجو البقره الزوجه. يا ود الناس هذا شو نقول لكم كلمه، هذا بالشيخ هذا ابو حنيكه والله لا راه على بالهم. ناس على بالهم ستكاين الاديداس وشكون اللي يجيب وشكون اللي داخل فيها وشكون اللي يدي الدراهم من تاعك. هالتصوالح على بالك على بالشيخ يقول بلي يا ودي طلعوا الدوسي، بصح جبدوا كاع الاسماوات جبدوا كاع الناس طلعوا الدوسي. كي طلعوا الدوسي جبدوا لنا كاع الاسماوات قولوا لنا كاع شكون. لازم تكون مفاجأة كما قلت لكم بالغبريط، لازم ماشي مفاجأة المفاجأة. هاو لازم المفاجأة هذه سؤال على الإقلام مفاجأة أو المفاجأة. أنا واحد من الناس راه على بالي والله لا راه على بالي نقول لكم والله لا على بالي أنا باغي هذي. قال لك تري حتى الكتة نتاعي وتبان راه كلش باين، يعني راه باقي غير هكا تبان الزيت قريب يولي. وانتوما بعد من 2019 وانتوما تاكلوا تشديتوا دراهم ولا تجديدو وقاعدين قاعدة ما خلاوش الحاجة يولي ما خلاو بزاف كاين بزاف أمور. كاين اللي أنا نقول لكم كاين اللي حط الشخصية تاعو المصالح تاعو، كاين اللي حط المصالح تاعو فوق الجزائر، كاين اللي حط المصالح تاعو فوق الجزائر. هذي باش ديروها مليح بالي صاحبكم، بنادم حط المصالح تاعو فوق الجزائر، يعني دارو كلش دارو الكل في الكل باش الحاج ما يوليش. خاطش على عارفين الحاج غادي يولي غادي يقهر بالسينيور، خاطش كلش عارفه الاديداس هو اللي فيها هو تاعه، اديداس هو اللي جابها، ونهار اللي جابها بين كلش وبين كيفاش وبين، ماشي كيما هادو راحوا قال لك 1,900,000، يعني 1,900,000 اورو جايه 80 مليار، 80 مليار ضربوها على قلوبهم، هيا ويجي يقول لك لا. دخلونا في عين، ماشي دخلونا في عين، ما
خونوا ما جاو يخونوا ما جاوش باش يكذب في كذب وما جاوش هكا انتما حاسبين جاو الناس ولا تخون ديريكت. انا نقولها لكم اي بالتالي الناس ولا تخون وماذا بينا شكون اللي يوروا الناس كل اللي كان يجيب لهم الكابه الكابه صورتو اللي كان يجيب الكابه اللي كان يجيب الكابه اللي كان يربد الكابه يشري ويجيب لهم هنايا بالتالي كاع قول لنا شكون هو الله يرحم الشوابي الله يرحم الشوابي نقول لنا شكون هو اللي كان يجيب الكابه قولوا لنا شكون هو نسيب منه خوه ولده بزاف صوالح قولوا لنا قولوا لنا ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا الفيديو وان شاء الله دائما معكم بجديد سعيد وخذي